لانه اسم الاهلي كفيل بنجاح اي شيء باي مكان يتحط فيه. ما فيش ما بتجيش شايف بوابه الدخول دايما الفخامه عنوان الاهلي. لا في شغل تنظيم عالي جدا والصوره حلوه كمان. شكرا للمنظمين يا استاذ. صحيح ده معمول شغل يعني المنظر كده يبشر ان انت بتقدم صوره فعلا تليق بالنادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. مش عارف كانه الملعب كانه الملعب صوره مصغره من الملعب. اذا كان هذا هو حشد يعني لاطلاق فما بالك باذن الله الاستاد. حتى حاطين في النادي اعتقد شاشات للاعضاء كمان. بص ممر دون ازدحام، ممر الكود نمبر موجود بتاع الناس. راجل كولر شوف سعيد ان هو بياخد الباركود بتاعه. باركود عشان كله يدخل بيه مكانه. مستر كولر على عيني وراسي لكنه لو مقعد سيذهب اليه وفورا. علم مصر كمان اهو جنب رايات الاهلي ورفرف ما شاء الله. لا تحية للمنظمين والمصورين وكل من مسك مفك بالبلدي كده ابويا يعني. خطوة مهمة جدا. هذا يوم اهلاوي يا جماعة تاريخي يعني النهاردة. وعلى وجود ابراهيم يعني ما تخافش على الاهلي الحقيقة يعني. لا قرار مهم وقرار وحلم تحقق وتدشين مشروع فعلا مشروع القرن حاجة كبيرة جدا. والخطة اللي معمولة مش الملعب يعني مجموعه الكليات اللي هتتعمل والمدارس ده في حد ذاته حاجه يعني. لا انت عارف يعني زي ما كابتن شطه قال انك انت محتاج بالنسبه للجامعه حتى منهجيه لتعليم كيف تدير دبلومه باسم الاهلي اصلا. انت عندك حتى في الجامعه يعني ان انت يبقى في جامعه فيها تخصصات رياضيه. ايوه طبعا. ما ده اللي انا عايز عليه. انا مش خريج الطب اللي هيشتغل نساء وولاد واطفال. انا في الشق الرياضي الطب الرياضي والعلاج الطبيعي بالظبط. الإعلام إعلام رياضي بكل مشتملاته متخصص. التسويق الرياضي مش كلية تجارة هيدرس فيها كل حاجة. لا هيدرس تخصصات في الكلية ديت التسويق الرياضي بآلياته وبكل نظرياته. اختصارا الإدارة الرياضية ياخد دبلومة بعد ما ياخد الجنرال يروح الإدارة الرياضية الاقتصاد والاستثمار الرياضي الإدارة التدريب يعني زي ما أنت بتدخل كلية التربية الرياضية. لا خش كلية للتربية الرياضية في هذه الجامعة عشان تأهلك مدرب رياضه لكذا او اداري لكذا. فان انت يكون عندك جامعه متخصصه في علوم الرياضه ويتم علمنه الرياضه بالمعنى الحرفي. لا انت رايح في سكه للتطوير الفعلي والنوعي للرياضه المصريه بالاضافه طبعا للتخصصات الاخرى طبعا. يعني ان انت يبقى في بقى كل الكليات العامه والمدارس اللغات هتبقى موجوده لخدمه الحيز العمراني لخدمه اعضاء النادي الاهلي. ما طبعًا. هو ده برضو ماذا يعني مشروع الانماء في مصر لما الاهلي راح التجمع ما شاء الله من منطقه لمنطقه يسري عمران وتسري حياه او تدب حياه جديده يعني جنبا الى جنب مع مشروعات الدوله.